مو صح اللي صار اليوم في تون. عزيزة كانت ساكتة على عمايلك من شان مصلحتها، وريان كانت ساكتة من شان ما تكبر العداوة أكتر. بس هلأ زهرة هيك راح أخسر بنتي بعد ما لقيتها. شو راح يكون موقفها إذا عرفت بالعمل اللي عملتها؟ ما بعرف، ما بعرف شو راح يصير، بس مالي مطمنة. لازم لاقي طريقة لحتى أكسبها. لازم أكون قريبة من أي حدا بهي العيلة، وجيهان هو الشخص الأنسب. بس كمان ما بدي إياه يحس إني بحاجته ويستغلني، لأنه جيهان بس بده يمسك علي أي نقطة ضعف. المهم هلا إنه أقرب من بنتي، ولو شو ما كان الثمن. شو هالعلقة هي؟ اتركونا شوي لحالنا وفوتوا. خير، شو اللي صاير؟ ها؟ صوتك ابدا ما عجبني على الموبايل. فتون. فتون شبا، شو عاملة هالمرة؟ شو مصيبتها الجديدة؟ لا ما عملت شي جديد، بس شغلة رح تعملوا ما لا ناوية تهدى. ناويت لي وناويت لكم على الشر. لازم نكون حذرين وندير بالنا على اولادنا نصوح. والله المرة هي مطيرت لي النوم من عيوني ومعيشتني على اعصابي كل الوقت بالخوف والقلق. لا تعطيها اكبر من حجمها. شو رح تعمل يعني؟ شو الدنيا سايبة بتأذينا ومسكت لها؟ نحن عيلة وحدة، وإذا قدرنا نصير تحت سقف واحد ما في حدا بالدنيا بيأذينا. وأنا كمان هذا اللي بتمنى، بس المشكلة هزار هو اللي ما بده ياني، ما له متقبلني ولا متحمل يشوفني. كيف بدنا نعيش تحت سقف واحد بهالحالة؟ أكيد هزار بالنهاية رح يتقبلك، مثل ما أنا إجا وقت وفتحت لك قلبي، ومثل ما ميران فتح لك قلبه كمان، ومثل ما ريان عانقتك ورجعت عطتك فرصة تانية، هزار كمان رح يجي وقت ويرجع يحن ويفتح لك قلبه من جديد. انت بتعرفي قديش قلبه طيب. صبرني وكون معي مشان ما أضعف. يا رب مالي غيرك، يا رب أعطيني القوة من عندك لأقدر كون جنب بنتي بهالمحنة. يا رب احمي ليها ولا تضرني فيها. يا رب ما تحرم ابنها منها. زهرة. أهلين، أنت من إمتى هون؟ ما حسيت لما أجيت. هلأ وصلت وسمعتك عم تدعي. ما بعرفك خويفه هيك. انت خايفه على ريان ما هيك؟ خايفه انه يصير عليها شي وقت الولاده؟ بلا هالافكار هدول. بعرفك قويه. شو بنتنا هي اول بنت رح تولد؟ ريان قويه، لا تخافي عليها. بكره شوفي كيف رح تقوم بالسلامه وتجي لعنا بصحتها وعافيتها، وهي حامله ابنها بحضنها كمان. ادعي لها. بس ما بدي شوفك عم تبكي. هذا مانو موت، هي ولادة. شو أنا رح تبكيني؟ خلص روقي. أستغفر الله. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. آسف طول النهار ما قدرت كون جنبك وتركك، لأني كنت مشغول كتير، بس كتير اشتقت لك. بس شكلك انت
انتي مالك مشتاقتي لي بالمرة؟ شو هالحكي هاد ميران؟ انا حتى وانت معي وقاعد جنبي بشتاق لك كتير. وانا اكتر. انا بس كان بدي اقلك شغلة. بس قبل انا كمان بدي اقلك شغلة. قولي لآسيا تضبلنا غراضنا، بكرة رح يبلش شهر عسلنا الجديد. ميران عن جد عم تحكي؟ لما القصة بتتعلق فيكي أنا ما بمزح أبدا. رح نقضي كم يوم مثل الحلم مع بعض، أنا وياكي وأموت. بس لعلك بدك تفهمي لأبنا أنه ممكن يتعبك وينزع عليك المشوار. ميران شو كنتي بدك تقولي لي؟ ما في شي كتير ضروري. هيك هلا بطلتي تقولي لي؟ شبنا انا ميران ما بيتخبى علي ولا لتكوني نسيتي. ميران شبك عم يوجعك شي؟ لا بس عم يتحرك. اعطيني ايدك لقلك. عن جد عم يتحرك؟ والله شكله بده يطلع لابوه حركه كتير. ريان ايه والله ليكو عم يتحرك. يا ربي دخيلك هي معجزه، في طفل عم يكبر كل لحظة جواتك وعم يتحرك. تعرفي شغلة؟ انتو الأمهات محظوظين أكتر من الآباء. ليش محظوظين؟ رح أقلك ليش. لأنه فيكن تحسوا بالولد من أول لحظة، وبيرتبط دمكن بدمه وروحكن بروحه. لهيك الولد بيولد بيعرف أمه. بس أنا لما ابني يجي ما رح بعد عنه ولا لحظة. لا تزعلي بس ما رح أترك لك يا، مشان عود الفرق يلي بيناتنا وخليه يحفظني ويحبني. رح يكون معكم كتير وقت لتقضوا سوا. تحرك ليكي. والله هلأ اتحرك حسيت فيه. كان هون وتحرك لهنيك حسيتي؟ ايه طبعا حسيت فيه ميران، الولد ببطني لأنه. ميران صباح الخير. صباح النور. شو ليش ما فيقتني؟ كنتي حلوة وانتي نايمة لدرجة ما اجا من قلبي فيك، وكنت عم بعمل اكتر شي بحبه هو اني اتأملك وانتي نايمة. كيف يعني؟ يمكن انتي مالك ملاحظة، انا احيانا بفيق من نومي وبقعد بتأملك وبس. عن جد عم تحكي؟ طبعا بتأملك لساعات بدون ما مل، بتطلع على وشيك وعلى شعراتك، وفيني أعرف إذا كنت عم تشوفي حلم حلو من نفسك. في أحلى من أني أتأمل ملاكو ميران. وأحيانا بتحركشك وبتغلظ عليك، وأغلب الوقت ما بتحسي علي، وأوقات بلمس خدودك بتقومي بتبتسمي وانتي نايمة، وأنا بضعف قدام ابتسامتك. هاي الابتسامة اللي أنا ما بقدر قاومها. بشكر ربي كل مرة لأنك مرتي وحبيبتي ولأنك موجودة بحياتي، ولأني رح ضل عم شوف هاد الجمال لآخر يوم. شو قصتك؟ فجأة بتتكركبي وبنقلب وشك. ما في شي بس الوقت عم يمرق بسرعة. ايه ويمرق. شو بدك يعني خطير بسرعة؟ ما عندي مشكلة خطير، وانا ماسك بايدك هيك وعيوني بعيونك، وين المشكلة؟ بس الانسان بغص لانه في شغلات ما لحق يعملها ولحظات ما قدر يعيشها. الحق معك،
الظروف اللي عم نعيشها وكل شي حوالينا ما عم يخلونا نعيش حبنا مثل ما بدنا، بس شوفي كل شي بلش يصير مثل ما بدنا. مثل العرس. ايه مثل العرس. اي شي بتشتهي بس اشري، وبوعدك اي طلب بتطلبي بيتنفس. بدنا نحتفل بكل ايامنا مع بعض، مثلا باليوم اللي تعرفنا فيه على بعض. ايه بدنا نحتفل بهذا اليوم وبذكرى اول مرة قلت لك فيها بحبك، وبدنا نحتفل كمان بذكرى اول مرة قلتي لي فيها حبيبي. ايه وبدنا نحتفل كمان باول يوم عملت لك فيه اكل. ايه حلوة هالمناسبة منحتفل فيها. يلا خلينا نقوم، مو حلوة نتأخر اذا ناطرنا على الفطور. ايه منقوم ومننزل منفطر معهم، بس بعدها فورا بتحضري حالك لنمشي، لانه شهر العسل رح يبدأ اليوم. ميران بالمناسبة قبل ما انسى، قبل ما تنزلي على الفطور رح كون ناطرك بغرفة أموت. ليش؟ شوفي مفاجأة. إذا قلنا نحن هلأ بهذا الشهر عيد ميلاده بعد 3 شهور رح يكون بنفس الشهر اللي بولد فيه. شو؟ معقول تكون نزلت تفطر؟ لا لا قلت لها تجي على الغرفة قبل ما تنزل، هلأ ما بتشوفيها غير اجت. ميران شو رأيك بهالمفاجأة؟ شو؟ ما عجبتك؟ انت امتى رتبت الغرفة؟ عزراء ساعدتني، امي حبت تعمل لك اياها مفاجأة. هي اصرت انه نعمل لك مفاجأة. هي اللي طلبت منك تساعدي لميران؟ اي نعم، هاي الفكرة كانت فكرتي. ريان حبيبتي أنا بعرف منيح إنه حملك صعب، فقلت مشان ما تتعبي وأنتي عم تحضري الغرفة، وكمان مشان أعتذر منك عن كل شي حبيت أعمل لك هالمفاجأة. وعن جد عزراء وميران ضلوا سهرانين طول الليل مع بعض عم يجهزوا الغرفة. ريان أنا بس كنت حابة إنه نرتب الغرفة مع بعض. لا تفهميني غلط عزراء وشكرا على كل شي، بس أنا كنت حابة أعيش هاي اللحظات مع ميران مو أكتر من هيك. الصراحة أصرت علي وحرجتني، وأنا خفت إنك تتعبي إذا اشتغلتي وقفتي لوقت طويل، ما كان قصدي بعتذر. ريان أنا عندي حل، خلونا نكركب الغرفة ونرجع نرتبها أنا وياك. لا شو هالحكي. إيه فعلا فكرة حلوة طبعا كتير. لا مو معقول نعمل هيك شي، أنتوا سهرتوا كل الليل وأنتوا عم بترتبوها. خلص حلو شكرا كتير. أنت متأكدة؟ إيه متأكدة عن جد طلعة كتير حلوة الغرفة. شكرا عزراء. بيكون صار الفطور جاهز، يلا انزلوا سبقني انت وعزراء واتركونا لحالنا شوي بعد اذنكم. انتي شكلك ما رح تستسلمي، بس لعلمك انا كمان ما رح استسلم، لا رح اترك لك حبيبي ولا ابني، ورح خبر ميران بكل شي، رح يعرف الحقيقة ورح نتخطى كل شي مع بعض. ميران رح يضل عايش، بس للأسف انتي ريان الحياة ما لها على هوانا، مو دائما بيصير كل شي مثل ما بدنا، في قدر وشو ما عملنا ما بنقدر نغير القدر. ابني رح يجي وميران كمان رح يعرف بالحقيقة، وأهم شي كمان إنه رح يعرف بخطط أمه ومصايبها. تعرفي وقتها شو رح يصير؟ رح تخسري ابنك وما عاد رح يكون إلك أي قيمة بعيونه لميران. يعني أنت رح تقليله لميران إنه عزراء؟ ايه رح أقله كل شي،
وهو بعد على الأغلب يا أما بقرر يدخلك عشي مصح عقلي يا أما رح يقلعك من البيت. أنت وحظك. أنا كل شي عملته كرمال حفيدي، مشان حفيدي ما يربى بلا أم. أنت آخر همك حفيدك، لأنه أنت لو بهمك حفيدك أصلاً أكيد ما كنت استنيتي موت أمه بفارغ الصبر. أنت همك الوحيد تخلي عزراء جنبك، إذا ما كانت بنتك بتخليها كنت. لا ريان، أكيد ما بتعمليها. مستحيل تروحي تقولي لميران كل شي، ما بتعمليها. صحة وهنا صحتين. أنا رح أروح شوف آسيا إذا كان بدها شيء وساعدها. أنا كيف عملت هيك بدون ما أفكر؟ أمي كانت متحمسة لدرجة أني ما قدرت أكسر بخاطرها. لا تلومي حالك عزراء، أنا اللي كان لازم انتبه. شو صاير؟ عن شو عم تحكوا؟ فهمني على شو كان لازم تنتبه. ما في شي مهم، الشغلة بسيطة. صباح الخير. صباح النور حبيبتي. يسعد لي صباحك. صباح النور. يسعد لي صباحك. بما أنه الكل مجتمع بدي أخبركم، أنا وريان رايحين رحلة. ألو، أهلين بابا. أهلين، كيفك ميران؟ طمني إن شاء الله بخير. كنت بدي أسألك، جاي اليوم على الشغل ولا لا؟ في شي كان بدي أقول لك يا ميران. خير، شو الموضوع؟ خير خير، لا تشغل بالك. إذا ما عندك شي خليني أشوفك. بصراحة عندي شي. بعد كم ساعة مسافر أنا وريا. موضوعك بيتأجل؟ مسافر؟ خلص الله يسر لك، مو قصة، بس ترجع منقعد ومنحكي أنا وياك. يلا تروح وترجع بالسلامة. خير، شو بده بابا؟ ولا شي، كان بده يقلي شغلة ورجع قلي خلاص، انه بيقلي بس نرجع، بس صوته كان غريب. اذا بدك روح شوفه واتطمن، وانا اصلا كان بدي قلك شغلة. ريان لا تخوفيني عليكي. مو هيك بس، مثل ما بتعرف اني انا تعبانة وحملي صعب شوي، لهيك عم قول لو من اجل السفر. نحن حكينا بالموضوع ريان، قليلي لشوف، لا تكوني زعلتي مني او ليكون عم يوجعك شي. والله صدقني انا منيح، بس قبل شوي كنت عم باخد رأي امك بالسفر، وهي اقترحت علي اقتراح عجبني بصراحة. قالت لي ما فيني سافر وتعب حالي بهالمرحلة، واقترحت انه تاخد ستي وعزراء ويطلعوا على الضيعة. مو هذا اقتراحك؟ بصراحة أنا كان كثير حلوة هالفكرة، ومنه كمان منتفقد بيت الضيعة. هلأ بيكون الجو هنيك بياخد العقل. قليلي عزراء، أنت شو رأيك؟ أنا كتير جاي على بالي روح، أصلاً بتعرفوني بحب الضيعة، وخاصة أنه دايق خلقي هالفترة، هيك منغير جو. إذا هيك لكان بدل ما نروح شهر هو بيجي لعنا، مو هيك؟ ايه صح. تمام، المهم تكوني مرتاحة حبيبتي. معناتها أنا رح روح على الشركة وأنتم انتبهوا على حالكم، ما بتأخر، المسا بنسهر سوا. يلا بسيطة، المهم السيد وموت يكون مرتاح وما يتعب. ايه طبعا. ألف صحة. وهنا خلف بعت لي ثلاث شباب قد حالهم ليعرفوا لي وين استقر أزاد وشو عم يعمل، ليشوفوا إذا كان منيح ويطمنوني. طيب ماشي، لا تقلق، أصحك يحس عليهم. تمام، يعني مشان ما يتضايق، وبما أنه هي إرادته فالله يوفقه، بس ما فيني ما أطمن عليه.
متأكد إنه حيرجع، بالنهاية حيرجع إن شاء الله عن قريب. إن شاء الله. شو رح نعمل بموضوع ميران؟ يمكن نحن ما نضطر نعمل شيء أبدا. ميران وفتون رح ينتقموا من بعض، نحن رح نقعد نتفرج من بعيد. فتون عاملة مصايب كبيرة، قد ما خبتها ودارتها رح تنكشف وتدفع ثمنها شي يوم. فتون وميران هن اللي رح يخلصوا على بعض. شو يلي رح يعلقهم ببعض؟ صبور شوي ورح تعرف. حاتصرف والعب لعبتي من بعيد. طول بالك، حتشوف شي يعجبك. خير ان شاء الله. قرب. أخي أهلين. خير، شو القصة؟ ما في حدا؟ أنا على حد علمي إنه في اجتماع اليوم. السكرتيرة قالت إنه فرات عنده شغلة، وعزيزة وبابا مو هون، وأنا أصلا مالي مخبر فتون. مالي حابب وجع راسي وهز بدني. إيه منيح. ميران قال مانو جاي، قال مسافر كم يوم مع ريان. إيه مو مشكلة، عود لنحكي لنا كلمتين لأشرح لك القرار يلي أخدته. قرار؟ خير إن شاء الله. إيه، أنا قررت إني أتقاعد جيهان، بدي أنسحب من الإدارة. والسبب؟ السبب عزيزة ما عاد بدي يكون موجود بأي مكان هي موجودة فيه. معقولة هالحكي؟ إيه، بس بالنهاية هذا شغل، بهالخطوة نحن منصير أقل منه. هلا أنت مو همك غير منصبك بالشغل وخايف على مصالحك؟ لا مو هيك قصدت، أنا ما حكيت هيك شي، بس لاحظ الإدارة بإيد عيلة أصلان، وأزاد راح وهلا أنت بدك تمشي، مين ضل؟ يعني معقولة نترك لهم الشركة ونمشي؟ لا تقلي إنك رح تتابع من بعيد، لأنه هي مو طريقة شغل. لا طول بالك، أنت ما فهمت علي. أنا قررت استقيل نهائيا، ما عاد رح يكون إلي أي علاقة بالشغل، وأسهمي كلها رح أنقلها لميران. شو عم تقول بابا؟ كيف؟ عم تعملي تدريبات التنفس؟ لا بس طلعت شم شوية هوا مو أكتر. ريان انت عم تظلمي ميران كتير باللي عم تساوي. كيف يعني؟ ما فهمت عليك. لا فهمتي وفهمتي علي كتير منيح. السر الكبير يلي مخبيتيه امتى ناوي تخبري عليه وتقلي له؟ ما عم قول اني رح ضل مخبي عليه، بس انا بحاجة لشوية وقت لأقدر خبري. قديش يعني الوقت يلي رح تحتاجي ريان؟ ناوي تخبري قبل ما تولدي بيهم؟ انت مفكرة انه انا ماني حاسة فيكي؟ أنا فهمانتك كتير، أنتي عم تحاولي تحبي وقتك مشان ما تفكري بالموضوع. ريان حبيبتي بترجاكي خبري ميران بأسرع وقت، وكل ما تأخرتي صدقيني رح يكون الوجع والألم يلي رح يعيشه أكبر. خايفة خبر، أنا وميران تخطينا كتير ظروف صعبة، هو دائما كان متماسك وقوي مثل ما بعرف، بس خايفة هالمرة لما امشي، خايفة انه ما يقدروا يعيشوا لحالهم بدون. بوس ايدك لا تحكي بهي الطريقة ريان، حبك انت وميران كبير لدرجة ما في شي بالدنيا كلها بيقدر يوقف بوشه. انا بسببكن امنت بالحب، عن جد عم بحكي. لما بشوفك انت وميران بتمنى حب من قلبي، عن جد أنا بتمنى حب شاب مثل ميران، وبنفس الوقت هو يحبني كتير. الله يبعث لك اللي بتتمنى. ايه من وين؟ بظن أنه صعب لاقي شاب بهاي المواصفات. حسيت أنه صار شوية برد، أنا فايت.
عزراء أنا جاهزة، إمتى ما بتحبي أنتي منمشي. تمام تمام. شو ستي صرتي جاهزة؟ على مهلك انتبهي شوي شوي. إذا صار معك شي خبريني. يلا كنت بتمنى يا روحي لو إنك بتقدري تروحي معنا. الله يحميك ويبعد عنك كل شر وأذى. الله يخلي لي اياك. تسلمي. أخ يلا عزراء. يلا يلا على مهلك. يا رب. فكرة انه فيكي تخلصي مني بهالبساطة؟ انتي كل اللي بتقدري عليه تبعديني عن ابني يومين، بس بالاخر راجعتلك. تروحي وترجعي بالسلامة. اذا خبرتي ميران بشي ما بيعجبني ابنك ما رح يشوف الضوء، بتعرفي ما هيك؟ انا بخبره بشو ما بدي. تفضلي مع السلامة. انت مستوعب الحكي اللي عم تقوله؟ ايه، انا قررت اترك كل اسهمي لابني. بابا شو هالحكي؟ هاد القرار أنا ما بقبل فيه. مشان الله ميران لا تعمل هاي التمثيليات علينا، فعلا إنك ممثل شاطر، لعبت على ابني وهلأ على أخي كمان. جيهان أنت شو عم تخبص هلأ؟ آه؟ التمثيل والكذب اختصاصك أنت ميران. شو مشكلتك معي؟ مفكر كل الناس طمعين مثلك أنت؟ أنا فعلا مالي موافق على قراره. خلص بكفي بكفي، اهدى، حاج تتخانقوا. انت عم تعمل هيك لتخلص من عزيزة صح؟ ايه. اللي رح يصير هو العكس، بعد هالخطوة رح تتدخل بيناتنا اكتر. كيف يعني؟ ما فهمت. اخي اللي رباه لابنك ميران وكبره هي عزيزة، يعني هن بالنهاية عيلة وما في شي بالدنيا بيفصلهم. جيهان اخي ابنك كبر وعرف انه هي سته. انا بدي احكي اللي بقلبي لاني ما بحب لف ودور. انت هيك بتكون عم تقدم للعزيزة طبق من ذهب. طيب ماشي، عطي اسهمك لمين ما بدك، بس اذا كتبتهم لميران مين اللي رح يديرهم؟ يكفي، انت هيك تجاوزت حدودك. اخي قرارك هاد رح يسبب كارثة لقلنا كلنا الايام بيناتنا، ورح ذكرك. هاي مو هون كنت بدي حطها. مو هيك أنا كنت بدي رتب هاي الشغلات. أنا اللي كنت بدي رتبها. مين حيرتب لك ثيابك ويطوي يوم من بعدي؟ ترى مين اللي رح يلعب معك ويضحكك؟ أكيد بابا. رح أقدر أشوفك ولو لمرة واحدة، رح أقدر ضمك وشم ريحتك. لمين رح تنادي يا أمي؟ يا
مين رح تقول ماما؟ معقول تقول كلمة ماما لحد غيري؟ أهلين أمي. حبيبتي خير؟ شبكي ماما؟ ريان أنا عرفت فتون شو عملت فيكي، عرفت بجريمتها كلها. أمي كل شي سمعتي ماله مزبوط. ريان اسمعيني ماما، ما بعرف مين وشو قالولك بس أنا. لا ريان لعلمك ما حدا قال لي شي، أنا سمعت بأدنية لهيك ما فيكي تنكري الموضوع. سمعت عزيزة وعزراء وهنن عم يحكوا مع بعض ورحت لواجه فتون، كنت رح اقتلها وبآخر لحظة تركتها، ما قتلتها لأني خفت انحبس واتركك وانتي بحاجتي هلأ ريان، لأنه أنا ما بدي بعد عنك ولا لحظة، بدي أقضي كل ثانية جنبك، ما رح بعد عنك أبدا. إمتى ما احتجتي أنا معك أكيد رح نلاقي حل سوا، ما في شي بالدنيا ما له حل، رح نلاقي شي علاج، مستحيل ما يكون في طريقة. بركي بدها تصير معك شي معجزة ريان، شو بعرفك؟ ما بعرف إذا رح موت وأنا عم أولد ولا رح ضل عايشة، بس ابني رح يعيش أكيد، رح يجي على هالدنيا غصب عن أي حدا حاول يقتله أو يأذيه، ابني رح يعيش، وقت رح يكون هو المعجزة. بابا ما بدي منك لا مصاري ولا أسهم، أنا بدي إياك أنت وبس، نحن بحاجة وجودك جنبنا، ما فيك تنسحب هيك. أنا أخذت قراري وخلص، وأنا بدي إياك ترجع تفكر بقرارك وتتراجع عنه، عم قلك أنا بحاجتك ابني. أنا ماني أدران كون بمكان فيه احتمال اني التقي بهديك المرة، بترجاك فهم علي بقى. طيب لا تلتقي فيها، ما حدا جابرك، منلاقي حل لهي القصة بابا، بس اكيد مو هذا الحل يا ابي. ايه منلاقي حل، لو في حل كنت لقيته من زمان، انا ما عم اتحمل شوفه، وقت لقيت طريقة وبعدتها رحت انت رجعتها. ايه صح، ايه صح، انا اللي رجعتها. تعرف ليش؟ لاني تعبت من كل هالكره والحقد. كون غلطان بابا، نحن ما رجعنا تقربنا منها. لا ابدا ما رجعتوا تقربتوا منها، مشان هيك ريان بتعاناها بكل حب وبتقلها يا ستي. بالنهاية هاد خياركن، انا ما بدي افرض رأيي على الكل. شو هالحكي هاد بابا؟ كيف يعني هاد خيارنا؟ انت بتعرف قديش ريان متعلقة فيك، انت بالنسبة لها اهم من كل هاي الدنيا، ما بيهون عليها زعلك ومعاستك كبيرة، إذا أنت فهمانة غلط فبخليها تعتذر منك. أصحك شو عم تقول؟ طلع فيني، أنت وريان اتنيناتكم بتكونوا ولادي، أنتوا قطعة من روحي، عم تفهم علي؟ بأي لحظة بتوقعوا بمشكلة وبأي وقت بتحتاجوني فيه راح تلاقوني جنبكم أكيد، هذا الشي ثابت وما بيتغير. بس كمان خليني اقول لك شغله تاني مستحيل تتغير، رفضي الكامل لوجودي انا وهي المره بمكان واحد. بتمنى تكون فهمت علي. زينب جانكات، هل تقبلين بالسيد فرات ليكون زوجا لك؟ بقبل. سيد فرات اصلا، هل تقبل بالسيدة زينب جانكات لتكون زوجة لك؟ اي بقبل. حضراتكم بتشهدوا على هذا الزواج؟ بنشهد.
وفقا للصلاحية الممنوحة لإلي من قبل البلدية، اسمحوا لي أعلمكم زوج وزوجة. الله يهنيكم ويسعدكم. هون؟ ايه. وهيك منكون كملنا كل إجراءات الزواج المطلوبة. ألف مبروك. الله يهنيك. شكراً. الله يبارك فيكي. شكراً كتير خجلتيني. ألف مبروك. الله يهنيكم. الله يبعد لكم أيام حلوة. الله يخلينا ياكي. ألف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك. شكرا. بدكن توصلنا على 9 أولاد أقل شيء. ألف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا كتير. شكرا على كل شيء. عزبناكي معنا. عملت اللي علي فرات، وهلأ دورك. خود مرتك وروح عود بقصر أصلان. ما عندك خيار تاني. ما في غير هالطريقة لنوقف فتون. تسلمي لي. رح تروح ولا لا؟ انتو ما رحتوا لسه؟ ليش لهلا؟ نحن قلنا منخلص كل التجهيزات بالأول وبعدين منروح ست ريان. ما في داعي تتعبوا حالكم، أنا بتسلى فيهم وبحضرهم لحالي. لا شو هالحكي؟ أكيد ما رح نتركك تشتغلي هالشغل وتتعبي حالك. يسلم إيديكم والله يعطيكم على هوا نيتكم. آمين. آمين. لطفي يلا هاي خلصنا، خلينا نمشي، حاجة تضيع لوقتها للست ريان. حط الصحن هنيك. بالإذن منك ست ريان. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكي. شكرا. بالإذن. طيب وهلأ هي فرصتي ورح أستغلها. Thank you.
أنا بعرف قديش بتحبي الورد وقديش بيعنيلك. أنا بدي ورجي لأبني كيف بجيبلك ورد وبفرحك. ضيفي هاي الصورة على ألبوم، أنا جاي مع مفاجأتي يا ملاكي. ناطرتك حبيبي. شيداء شيداء، هي ليش عم تشرب شاي؟ أنا شربت حليب الصبح وكمان أكلت بيض وجبنة على الفطور. إيه بس على بردات المساء عم حس إنه جاي عبالي الشاي، هذا بيعني إني عم بتوحم على الشاي ما؟ بالله؟ لا أكيد ما عم تتوحمي على الشاي، مسموح بس تتوحمي على أشياء مفيدة لحفيدي. شيلوا الشاي، يلا يلا تحركي شيلي الشاي من وشي، يلا بسرعة وروحي جيبي لك كاسة حليب تشربها. وانت سيد شيداء شي لك هلأ أهلك كيف جايبين صبي ومسمينه شيداء؟ اسمي له قصة طويلة، كانوا قايلين لأمي إنه مع بنت وبعدين فجأة اجيت أنا، قام أهلي ما غيروا الاسم. عن جد؟ معلش تنقلع من وشي. لا تواخذيني إذا أزعجتك. يلا بسيطة، أنت ما بتتواخذ. واو شو هالمفاجأة هي، أهلا وسهلا بالعرسان. ليكون في شي عرض أزياء بالمنطقة وأنا مالي دريانة. أيوة انتو شكلكن عم تتدربوا فعلا. هالقصر بياخد العقل ما شاء الله، انت عايشة بقصر بياخد العقل وكل الناس بتحسدك عليه. ألف الحمد لله. ما عم نتدرب؟ يمكن ما تصدقي إذا بقلك أنا اليوم تزوجت البنت يلي بحبها. تزوجت لكان؟ إن شاء الله ألف مبروك. بس برأيك عادي إنه تتزوج بدون ما تعطيني خبر وتعزمني لأقوم بالواجب؟ بس مو مشكلة، أنا فرحانة لكم، أهلا وسهلا بكنتنا. هيك لكان خير ان شاء الله، تتزوجوا وانا اخر من يعلم، وبعدين بتفوتوا ما بتبوسوا ايدي، كله خير. انا جبت مرتي واجينا لنعيش بهالقصر. بدكن تعيشوا هون؟ خير ما عملت، انا موافقة انكن تعيشوا عندي. كيف؟ من وين طلعت لي هالمصيبة هلا؟ لا يمكن انت فهمتيني غلط. انا ما بدي اعيش عندك، أنا أجيت لأنه بدي أعيش بقصري. اسمحوا لي أعرفكم، سيدة القصر الجديدة حبيبتي الملكة زينب أسلام بيه.